صفدت أبواب الفساد بالأغلال. هكذا يفعل غضب الشعب وأكثر كلما بلغ السيل الزبا. نطالب برحيل الكل من رأس الهرم إلى أسفله، وما زلنا نصعد. واليوم ها هو الشعب يخرج عن فكرة أبيه ويغلق المحافظة في على وجه الفاسدين الذين هم فيها. عصابة يا نهارة، عصابة يا نهارة. سير فاسدين تتردد كل يوم في مسيرة مدينة ترفضهم بصريح العبارة. تحويل الملفات المرفوعة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى السلطة المحلية لتحويل الفاسدين إلى النيابة العامة ومحاكمتهم وحجز أموالهم مقابل ما نهبوا من المال العام. لم يعد لهم مكان سيرحلون بإذن الله. ارحلوا، كلمة قالها المواطن مطالبا رئيس الجمهورية بسرعة تنفيذها بعد أن وصلت آثار الفساد إلى كل بيت في تعز. نحن خرجنا من أجل الريال اليمني هذا اللي يسمى ريال وهو ليس عملة عبد، انتهى. الألف السعودي ب246، هذه ضربة اقتصادية وقتل للشعب اليمني وقتل للدولة نفسها. شعارات تشابهت كلماتها واختلفت أوجه المعاناة التي ترددها في كل فعالية احتجاجية ضد فساد المسؤولين في المحافظة. هناك فساد بالمليارات في المحافظة، هذا الفساد المستشري في المحافظة. هذه المحافظة التي قدمت آلاف الشهداء، قدمت ما يزيد على 15,000 شهيد، ليس يتبع عليها هؤلاء الهوامير الذين عاثوا في الأرض فسادا. نحن نطالب بتغيير الفاسدين وإحالتهم وإحالة ملفاتهم إلى النيابة العامة. سافرت قيادة المحافظة عن مطالب المتظاهرين قاهرة أوجاعهم بالصمت حيالها، فما كان منهم إلا الإعلان عن جمعة الرحيل أواخر الأسبوع الجاري، ذلك أن المواطن بات لا يقوى على العيش في ظل الفساد المستفحل في المدينة. صعد المتظاهرون من احتجاجاتهم فأغلقوا مبنى المحافظة المؤقت في خطوة قالوا بأن لها خطوات قادمة ستكون في جمعة الرحيل القادمة. عبد العزيز الدبحاني، يمن شباب، تعز.